الفصل الثامن من رواية أديب لعميد الأدب العربي طه حسين، يقرأه عليكم عزيز المرافق. 8. إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا، فلا رأي للمضطر إلا ركوبها. ألقى هذا البيت بصوته الغليظ، ومد قافيته مدا طويلا، وهو يضرب الأرض بعصاه، ويلقي طربوشه على مائدة كانت أمامي، ثم جلس لم يبدأني بتحية، ولم ينتظر أن أردها عليه، وكأن اعتقد أن هذا البيت الذي ألقاه على هذا النحو خير تحية يمكنه أن يهديها إلي، وأن دهشتي لمقدمه، وانتظاري لتفسيره هذا البيت، والإبانة عما أراد به خير رد عليه، وأكبر الظن أنه لم يكن يرى التحية والرد عليها إلا لونا من تنبيه القادم إلى مقدمه، وتنبيه المقيم إلى أن أحدا قد أقبل عليه، وما دام هو قد بلغ من ذلك ما كان يريد، فليس عليه بأس من أن يسند عصاه ويتخفف من طربوشه، ويجلس إلى المائدة التي كنت أجلس إليها مالئا الجو بضحكه العريض، كما تعود أن يفعل كلما أتى شيئا غريبا، ثم يرفع صوته بهذه الجملة التي يمتلئ بها بيتنا الصغير كله: هات الشاي يا غلام. ثم يستريح قليلا من الحركة ومن الكلام، ثم يستأنف حديثه من حيث انتهى، وهو إنما انتهى عند إنشاد البيت، فيقول: والأسنة هنا يا سيدي هي هذه الزيارات التي سننفق فيها آخر النهار وأول الليل، حتى إذا ملأنا آذاننا من لغو الناس وملأنا آذانهم من لغونا، وقلنا ما لا نعتقد، وسمعنا من الناس ما لا يعتقدون، وشبع بعضنا من الكذب على بعض، انصرفنا إلى خلوتنا تلك في أعلى الربوة، ففرغنا لجدنا الذي خلقنا له، وأخذنا منه بحظ موفور قبل أن يفرق بيننا الرحيل. وظن أنك لن تمانعني في أن نبدأ زيارتنا بشيخك الأديب، فإني قد أحببته منذ عرفته، ولست أدري أيحبني أم يبغضني، ولكن ذلك لا يعنيني، فحسب أني أحبه، وأني أريد أن أراه وأن أستمع إليه، وأني أريد أن يكون ذلك في هذا المساء، لأني سأشغل منذ غد بما يصرفني عن الزيارات، والخير أن توطن نفسك على أنك ستخرج معي الآن، فلا تعود إلى بيتك إلا إذا أصفر الصبح وغمرت الشمس مدينة القاهرة بضوئها الحار المحرق، وإن لم يرتفع النهار، وما أحب أن تجادلني في ذلك أو أن تنكره علي، أو أن تتعلل بهذه التعلات التي لا تغني، فإني مصمم على أن يتم ما أريد مهما تكن المصاعب، ومهما تخترع من التعلات، ولولا أني نهضت وأتيت حركة الذي يريد أن ينصرف ويترك له الغرفة، وما فيها لمن قطع هذا السيل المندفع عن التدفق، ولما كف هذا العبث المنصب من الانهمار، ولكنه رآني قائما أتحول إلى باب الغرفة، وقد رفعت يدي كأنما أريد أن أضعهما على أذني، فأغرق في الضحك، ثم ردني إلى مكاني هو يقول: لك ما تريد، سأبلعك ريقك، قد يخيل إلي أني منذ أقبلت لم أرحك، ولم غلامك هذا الأسود الصغير، فلو أنه أسرع بالشاي وشغلني به وببعض ما يصحبه من الطعام
لانصرفت إليه بعض الشيء عن هذا الكلام المتصل، ثم صمت متكرها. وتعجلت خادمي فجاءه بما كان يريد، واستطعت أن أتحدث إليه وأن أسمع منه كما يتحدث بعض الناس إلى بعض في هدوء واطمئنان وشيء من الرزانة والتفكير، ولم أشك مع ذلك في أنه كان مضطرب النفس شديد الاضطراب مدفوع القلب إلى ثورة عنيفة لا يعرف منها مخرجا ولا ينتهي منها إلى قرار. فقد أخذت أتعلل عليه وأظهر كراهة الخروج، ثم أقيم الدليل إثر الدليل على أني إن خرجت فلا بد من أن أسرع إلى العودة، لأني لا أستطيع السهر في هذه الليلة. كان كلما سمع مني فعلة محاها محوا، وكلما سمع مني ذليلا نقضه نقضا، حتى إذا أعياه ذلك وضاق بهذا التمنع الطويل نهض كالمغضب وخرج من الغرفة واندفع إلى الغرفة التي كان أخي قد خلا فيها إلى بعض كتبه، فدفع بابها دفعا ولم يكد يجد أخي حتى أنبأه بأنه سيصحبني في بعض الزيارات، ثم سيقضي معي أكثر الليل أو كله في حديث طويل ذي بال. وخيره ضاحكا صاخبا بين أن يكون هذا الحديث الطويل الخطير هنا في هذه الغرفة أمام غرفته، أو هناك في غرفته البعيد على تلك الربوة مما يلي القلعة. وكان أخي أشد الناس ضيقا بالناس وأكثرهم نفورا من الزيارات والزائرين، وأشدهم بغضا لهذا النوع من الحديث الطويل ذي البال الذي يظن أصحابه أن له خطرا، وإنما هو وسيلة من وسائل قتل الوقت والانصراف عما ينبغي للطالب الجاد من درس وتحصيل. فلم يكد يسمع حديث صاحبي حتى أجابه متعجلا: أن أخرجه معك متى شئت وأعده متى أحببت، فلست أطلب إليك ولا إليه إلا أن تريحاني من لغوكما الذي لا حد له. فأخي يعلم، ولعلك تعلم أيضا، أني غارق في الاستعداد للامتحان. قال ذلك وأعرض عنه إلى كتبه، فعاد إلي جدلانا مبتهجا وهو يقول: لم تبق لك حجة، وإنما أنت منذ الآن ملك لي، فلا بد مما ليس منه بد، ولم يكن بد من أن أذعن له وأنزل على حكمه وأطوف معه في بعض الأحياء القاهرة، نزور هذا لماما ونزور ذاك فنطيل عنده الإقامة. وهو في أثناء هذه الزيارات وفي أثناء الطريق التي كنا نقطعها من بيت إلى بيت، مندفع في مزاح لا ينقطع بصوت مرتفع، كثيرا ما كان يلفت إلينا الناس، وكثيرا ما كان يحملني على أن ألح عليه أن يخفض منه بعض الشيء، وعلى أن أقسم له أني لست أصم وأني أسمع همسه فضلا عن حديثه المعتدل، وأن أحتج له على أن الناس ليسوا في حاجة ولسنا نحن في حاجة إلى أن يشاركونا فيما نأخذ فيه من عبث وجد. وكثيرا ما اضطر أصدقاؤنا الذين زرناهم إلى أن يظهروا الضيق بصوته المرتفع الذي لا يخفي شيئا، ولا سيما هذا المزاح الغليظ المسرف في الحرية الذي يرتفع به صوته حتى يخشى أصحاب الدور أن يبلغ النوافذ وأن ينتهي إلى آذان لا ينبغي أن ينتهي إليها. ومهما يكن من شيء فقد كانت صحبتي له هذا المساء لذيذة حقا، متعبة حقا، كانت لذيذة لهذه الفنون المختلفة التي كان يطرقها في أحاديثه المتصلة.
ينتقل من بعضها إلى بعض في غير تمهيد ولا تنبيه ولا مناسبة، وإنما هو الاستطراد كما يفهمه هو لا كما تفهمه أنت ولا كما أفهمه أنا، معتمدا على هذه المناسبات الظاهرة التي تدعو إلى الشرح والتفسير، وتبيح الانتقال من موضوع إلى موضوع، وإنما هي مناسبات خفية كان يجدها هو ولم نكن نجدها نحن، فكان استطراده من موضوع إلى موضوع أشبه شيء بالوثوب والقفز من شاطئ القناة إلى شاطئها الآخر دون اصطناع جسر أو شيء يشبه الجسر. وكنا نجد في استطراده هذا ما يلهي ويضحك ويعجب، وكنا نقدر دائما أنه إذا وثب من موضوع إلى موضوع أو قفز من حديث إلى حديث فلن يعود إلى الموضوع الذي وثب منه ولا إلى الحديث الذي تجاوزه، ولكنه كان يقهرنا فلا ينسيه موضوع موضوعا ولا يشغله حديث عن حديث، ومن أجل هذا استحالة اللذة التي كنا نجدها في الاستماع له إلى تعب مضن للعقل منهك للقوى. ويكفي أن تتصور رجلا يسير بك أو يعدو بك في طريق ثم لا يلبث أن يعدل بك إلى طريق أخرى، ثم لا يلبث أن يردك إلى الطريق الأولى فيعدل بك إلى طريق ثالثة، وهو يمضي في ذلك جاهدا متصل الجهد لا يريح ولا يستريح، فأنت واجد في هذا لذة، وأنت مستقبله بالنشاط والمرح، ولكنك لا تلبث أن يدركك الإعياء والسأم وأنت تتمنى على صاحبك أن يعفيك من هذا الاضطراب أو يمضي بك على صراط مستقيم. وكم تمنينا وكم ألححنا في التمني، لكن عقل صاحبي كان قد ركب على هذا النحو، فلم يكن يستطيع أن يمضي في تفكير أو روية أو حديث دون أن ينحرف يمينا أو شمالا ثم يعود إلى طريقه الأولى ليعود إلى الانحراف عنها. ومن يدري، لعل الحياة الواقعة ولعل الحقائق أو الأمور المعقولة التي تعمل فيها عقول الناس لا تستقيم ولا تسمح بأن يستقيم التفكير فيها، وإنما هي تنحرف وتعوج وتلتوي وتكره العقول على أن تسايرها في الانحراف والإعوجاج والالتواء. ولعل عقولنا نحن أوساط الناس يسيرة ساذجة ليست تامة التكوين ولا كاملة الأداب، فهي ترى الأشياء سهلة ميسرة وتسلك في التفكير طرقا معتدلة مستقيمة وتتعب من الانحراف والالتواء. أي من التفكير الصحيح، ومهما يكن من شيء فقد كان هذا الاستطراد المتعب لازمة من لوازم صاحبي إذا فكر أو كتب أو تحدث. فإذا أضفت إلى هذا صوته الذي لم يكن يعرف الخفوت ولا يحب الهمس، وإذا أضفت إلى هذا أنه صمم في هذا المساء على ألا نركب عربة ولا نتخذ ترام ولا نستعين بأداة من أدوات الانتقال مهما تبعد بنا الطريق، لأنه قد أزمع أن نجن في هذا المساء، وكان الجنون عنده النهيم في الأرض حتى إذا أجهدنا المشي استرحنا لحظة ثم استأنفنا الهيام حتى ينتهي بنا الإعياء إلى أقصاه. أقول إذا لاحظت هذا كله وأضفت بعضه إلى بعض لم تشك في أني كنت متعبا مكدودا حين بلغنا منزله في أعلى الربوة مما يلي القلعة وقد تقدم الليل، وليس من جدال في أني لو ملكت يدي ونفسي كما يقول الفرزدق
لتخلفت عن مرافقته ولتركته في بعض الطريق، ولكنه قد احتاط لذلك عامدا أو غير عامد، فأبى علي أن أصطحب غلامي الأسود الصغير، وقال ارفق به ودعه يسترح، ولعل أخاك أن يحتاج إليه، وما دمت ستنفق الليل معي، وما دمت سأردك إلى بيتك مع الضحى، فلسنا في حاجة إلى رقيب يسمع ما نقول أو يحصي ما نهدي به، وقد لا نكون في حاجة إلى أن نسمع غطيطه حين يطول عليه حديثنا ويدخل عليه سهرنا، فيأخذه نومه العميق ويهوي به عن كرسيه إلى الأرض، كما كان ذلك ليلة كنا نطيل الحوار في بعض قضايا المنطق التي كنت تراها واضحة كل الوضوح، وكنت أراها أنا غامضة كل الغموض. واستطاع على هذا النحو أن يخرجني من غير خادمي، وأن يتحكم في أذني وفي رأسي وفي رجلي كما أراد، حتى إذا انتهى بي إلى داره نحو منتصف الليل، كنت محطما كالمحطم، وكنت لا أتمنى إلا مجلسا أستريح إليه من هذا العناء، وكنت واثقا أني لن أبلغ غرفته الحرام، ولن أجلس على ذلك المجلس من الخشب تغطيه الوسائد حتى أنتني على أحد جنبي وأستسلم للنوم، ولكنه لم يمكنني حتى من هذا، فما كاد بابه يفتح لنا، وما كادت خادمته تهدينا بمصباحها الضئيل إلى غرفته الحرام، حتى أقبلت بما عندها. وليتها لم تفعل، فقد أقبلت بإبريق الشاي ومن حوله قطع من فطير الريف، وأقبل هو على الشاي يصبه في الأكواب وهو يقول في صوت ماكر: هذا هو الشاي الذي تعتمدون عليه في إنفاق الليالي، في إنفاق الليالي البيض، حين يطلب إليكم الدرس ألا تناموا. والدرس يا سيدي يطلب إلينا في هذه الليلة ألا ننام، فاشرب، فاشرب من هذا الشاي، واستعن عليه بهذا الفطير، حتى إذا أخذت من الراحة والغذاء والري بنصيب، أخذنا في درسنا المعتل العويص. وقد كنت متعبا مكدودا، ولكني كنت جائعا ظمآنا أيضا، فلم أجد قدرة على الامتناع عن أن آخذ ما كان يقدم إلي من طعامه الثقيل وشرابه الزائد للنوم، وأقبل هو على ما حملت الفتاة، فأصاب منه في غير رفق ولا اقتصاد، حتى أحس أن معدته قد استقرت في جوفه، وأن أعصابه قد تنبهت بعد الخمود. أخذ في حديثه الذي كان يقدم بين يديه بهذه المقدمات الطوال الثقال التي كانت تلتوي بنا وتحملنا ألوان العناء منذ العصر، وكان انتهاؤه إلى الأخذ في هذا الحديث بعد الجهد الذي لقينا والمشقة التي احتملنا ساعات متصلة، أشبه شيء بخلاص الأم بعد أن ثقل عليها الوضع وابتلاها بالآلام المضنية المنهكة. وكان صوته وهو يأخذ في هذا الحديث هادئا يحاول الرقة، وتجري فيه عذوبة مؤلمة بعض الشيء، كأنه صوت المريض وهو يخرج من المرض أو يدخل فيه. قال: أتعلم فيما أرقتك الليلة وكلفتك ما كلفتك من هذه الأهوال التي لم تكن تنتظرها ولا تحب أن تلقاها؟ قلت: لا، وإني لأنتظر أن أعلم ذلك منذ عزمت علي في الخروج معك، ولو أنك استمعت لي وأردت بالراحة لألقيت إلي حديثك منذ خرجنا، أرحت نفسك وأرحتني من هذا العناء الطويل. قال:
لم يكن ذلك يستقيم يا سيدي، فلكل شيء موعده وإذانه، وهذا الحديث لا يصلح له إلا الليل، لا يصلح له إلا الليل إذا تقدم وتجاوز نصفه وغمر كل شيء بهدوئه العميق، على أن جهدك لن يذهب عبثا، فإني أعرفك تحب المسائل المعضلة وتجد في حل المشكلات لذة، فإليك مسألة معضلة فواجهها كما تعودت أن تواجه مسائل المنطق والفلسفة والأصول، أيهما أهون أن يحتمل، الظلم أم الكذب؟ ولست أخفي عليك أيها القارئ أني وجمت حين سمعت هذه المسألة، ولم أستطع أن أسرع إلى الإجابة عنها، وظن هو أني أفكر فأمهلني لحظة ثم سألني عن رأيي، فقلت لا أدري لأني لا أفهم معنى للسؤال، فالظلم قبيح والكذب قبيح، والخير للرجل الكريم الفاضل أن يتجنبهما معا. قال فإن لم يكن له بد من أحدهما، قلت دعني من الأمور العامة وألق إلي حديثك في صراحة ووضوح، فلعلي أفهم عنك ولعلي أستطيع أن أرد عليك. قال في ضحك هادئ يظهر أنك فاتر عن الفلسفة منذ الليلة، فلنواجه مشكلتنا من طريق غير طريق الفلسفة، ولأنبئك قبل كل شيء بأني إنما أرقت وأرقتك معي هذه الليلة لأني سأصبح بطلا قبل أن ينتصف نهار الغد، وأنا لا أريد أن أنتظر البطولة نائما ولا غافلا، وإنما أريد أن أنتظرها يقظانا، وأن آخذ لها أهبتها وأستعد لها كما يستعد الناس لعظام الأمور، وأنا أعلم أنك ضيق بي وبهذا الكلام الذي لا ينقضي والذي لا يفصح عن معناه، ولكني أقسم لك جاهدا أني لا أمزح ولا أهدي ولا أريد العبث، وإنما أسوق إليك حديثا كله حق وصدق وصواب، فلن ينتصف نهار الغد حتى أكون قد بدأت بطولتي وأقدمت على عمل ذي بال، ولست أزعم أني سأكون قد بدأت بطلا من طراز الإسكندر أو قيصر، ولكني سأكون بطلا على كل حال، سأكون بطلا لقصة من القصص، لتكن تمثيلا أو لتكن قصصا مرسلا، ولكني سأكتب الصفحة الأولى منها قبل أن ينتصف النهار غدا. وكان يمضي في حديثي هذا مستأنيا مستثنيا، حتى أخذت أسأل نفسي أمجنونه، ولكنه أسرع فردني إلى شيء من الاطمئنان وقال تعرف أن نظام الجامعة يقضي على أعضائها ألا يتزوجوا حتى يعودوا من أوروبا؟ قلت نعم. قال ألم يخطر لك أن هذه القاعدة قد تؤذيني وتضطرني إلى بعض الحرج؟ قلت وما أنت وهذه القاعدة؟ قال فأنت تجهل إذن أنني زوج. وهنا ظهر علي دهش صادق، لأني كنت أجهل أن لصاحبي زوجا، وما كان يخطر لي أن امرأة تستطيع أن تحتمل الحياة معه مهما يكن حظها من الصبر، مهما يكن حظها من الصبر والحلم ومن العفو والقدرة على الاحتمال، وما كنت أستطيع أن أتصوره إلا رجلا مضطرب الحياة ظاهر اضطراب التفكير، ولكن قوة عقله وسعة علمه وذكاء قلبه هي التي تضطره إلى هذا الاضطراب وتظهره في هذا الاختراق، وكنت أرى أنه يقضي نهاره كما رأيته يقضيه، يعمل في ديوانه قليلا ويلغو مع الناس كثيرا،
ويحيا حياة خفية قوية متصلة، متصلة قيمة الإنتاج، وينفق الليل بين القراءة والنوم. فلما رأى ما ظهر علي من الدهش والإنكار أغرق في الضحك وقال: لقد كنت تظنني طالبا مثلك أحيا حياة الطلاب، ولكنك تعلم أني موظف، وأن لي بيتا كبيرا، وأني من أسرة غنية من أسر الريف، فكيف لم يخطر لك أني لم أكن أستطيع أن أستكمل ما ينبغي لمثلي من الحياة إلا إذا اتخذت لي زوجا، مهما يكن من شيء يا سيدي، فأنا متزوج وقد ظفرت بالنجاح في امتحان الجامعة، ولا بد من أن أمضي العقد إذا كان النهار. ومن أصول هذا العقد ألا أكون متزوجا وألا أتزوج حتى أعود، فأنا إذا مضطر إلى إحدى اثنتين: إما أن أكذب على الجامعة وأتورط في التزوير وأتعرض لما يقتضيه الكذب والتزوير من الشر إن ظهر أمرهما، وإما أن أظلم امرأتي فأطلقها. فماذا ترى؟ وكيف المخرج من هذه المشكلة؟ وأحب أن تعترف قبل كل شيء بأنها مشكلة معضلة حقا، وبأنها خليقة أن تكلفك ما كلفتك من الجهد، وتحملك ما حملتك من العناء، وتؤرقك مع صديقك ليلة كاملة. قلت: فدعنا من الهزل ومن لغو الحديث، واستقبل هذه المشكلة العنيفة بما ينبغي لها من الحزم والعزم ومن الروية والأناة. قال: فإني أنفقت وقتا غير قصير في الروية والأناة، وأنفقت جهدا غير يسير في التماس الحزم والعزم، وقد كاد ينتهي ما أملك من الوقت، وقد انتهى ما كنت أملك من الجهد. ومن أجل هذا دعوتك لأستعين بك على الخروج من هذا الحرج الذي لا أدري كيف يكون الخروج منه. إن من اليسير أن أزعم للجامعة، إذا كان الصباح أني أعزب، وأن أرسل امرأتي إلى الريف لتقيم فيه حتى أعود إليها إن أتيحت لي العودة، وما أظن أن هذا الكذب سيظهر، وما أحسب أنه إن ظهر ستتبع عواقب ذات خطر. فماذا يعني الجامعة من أمري إذا عرفت أني متزوج وأني قد كذبت عليها ما دمت لا أصطحب زوجي إلى حيث يجب أن أفرغ للدرس، وما دمت سأجعل بينها وبين هذه الآماد البعيدة في البر والبحر؟ وقد يكون هذا الكذب مرذولا، وقد يكون منافيا لأخلاق الذين يريدون أن يحيطوا حياة العلماء، ولكني لن أكذب رغبة في الكذب، ولا تعلقا به، ولا حرصا عليه، ولا إيثارا لغش الجامعة وتضليلها، وإنما أكذب إن كذبت رغبة في العلم، وتهالكا عليه، وحرصا على أن أغير حياتي، وأن أجعل لها معنى وقيمة وخطرا وأثرا في منفعة الوطن. والكذب مردود إلا أن ينتهي إلى نفع، وإلى نفع صحيح، وأن يحقق مصلحة ومصلحة قيمة. فماذا ترى؟ أليس هذا الكذب خيرا من الظلم الذي أقدم عليه إن طلقت امرأتي مع أنها لم تأتي ذنبا، ولم تقترف إثما، ولم تدفعني إلى هذه الرحلة، بل كرهتها أشد الكره، ولكنها لم تصرفني عنها لأنها تؤمن بأني لا أعزم إلا بعد تفكير صادق وانتهاء إلى رأي مصيب. وما ظنك تقترح علي أن أسبق الجامعة وأظهرها على جلية الأمر؟ فإني إن فعلت لم يكن لهذا من أثر إلا أن تخيب آمالي كلها،
وأن أستيئس من رحلتي وأطمئن إلى هذه الحياة الخاملة الذابلة التي لا نفع فيها ولا غنى، وأنا أعلم حق العلم أني لا أملك هذه الشجاعة ولا أحتمل هذه الحياة، وأني إن صرفت عن هذه الرحلة بعد أن مدت لي أسبابها وهيأت لي وسائلها، مت من غير شك، ميت بالمعنى الصحيح الواضح لهذه الكلمة. سأقتل نفسي إن ملكني الغضب، وسيقتلني الحزن واليأس إن أتيح لي الصبر والاحتمال. فألغي هذا الفرض إلغاء وامحه محوا، فليس لي بد من أن أكذب على الجامعة أو من أن أطلق امرأتي لأكون صادقا، فاغفر لي وأشر علي. قلت وقد أنسيت كل ما كنت أجد من تعب وجهد، وأنسيت الوقت وأنسيت المكان الذي أنا فيه، وشاقني علاج هذه المشكلة حتى ملك علي أمري كله، وحتى أحسست كلفا بالأخذ والرد والحوار ما أحسسته قط في درس من دروس العلم، وقد لا يحسه شباب هذا الجيل الذي تعود الاستماع لمثل هذه المحاورات والاطلاع على مثل هذه المشكلات بعد أن اتسعت حياتنا وبعدت آفاقنا العقلية واشتد اتصالنا بالحضارة الغربية، وقرأنا من أدبها وفلسفتها الشيء الكثير. قلت فإني لا أرى لك الظلم بحال من الأحوال، ولا أفهم أن تحمل امرأتك ذنبا لم تجنه، ولا أن تحمل نفسك هذا الإثم الثقيل، ومع ذلك فإني لا أرضى لك الكذب، ولا أعينك عليه، ولا آمن عليك شره وآثاره السيئة. قال متضاحكا فأنت إذا ترضى لي أن أموت؟ قلت بل أرضى لك أن تكون رجلا وأن تؤمن بما تلح في الدعوة إلى الإيمان به، من أن ظروف الحياة أقوى من إرادة الإنسان، ومن أن المثل القديم لم يعد الحق حين قال لا بد مما ليس منه بد. ومن يدري، لعلك تستطيع أن تصور للجامعة أمرك كما هو، وأن تحملها على أن ترضى منك هذا الزواج الذي لن يكون له في حياتك الدراسية أثر كما قلت آنفا. قال فإنك تعلم حق العلم أن الجامعة لن تغير نظامها من أجلي، وأني لم أنجح وحدي في الامتحان، وأن من ورائي اثنين يودان لو تقطعت بي الأسباب عن هذه الرحلة ليفوز بها أحدهما من دوني. فأنا إن صدقت الجامعة مضحٍ برحلتي من غير شك، وإذا حيل بيني وبين هذه الرحلة فقد حيل بيني وبين الحياة، واتصلت بي أسباب الموت، فليس إلى هذا الصدق من سبيل. وأنت تخطئ إن ظننت أنه تحمس الشباب أو أنه التعجل والتقصير في التفكير، فأنا أعرف نظام الجامعة هذا قبل أن أقدم على الامتحان، وأنا أفكر فيه منذ أعلنت الجامعة إلى هذه البعثة، ومنذ ظهرت نتيجة الامتحان خاصة، فليس إلى هذا الصدق الذي تطلبه من سبيل. لن أعدل عن الرحلة ولن أصارح الجامعة بجلية الأمر. قلت وإذا فبما تستشيرني وقد أجمعت أمرك ووطنت نفسك على الكذب؟ قال كلا يا سيدي، لم أوطن نفسي على الكذب، ولو قد وطنت نفسي عليه لأمعنت فيه ولأخفيت جلية الأمر عليه ولا اجتهدت في إخفائها على نفسي، ولكني قد وطنت نفسي على الظلم، فأنا أريد أن أكون صادقا
حين أتحدث إلى الجامعة إذا كان الصباح، وأن أكون ظالما لنفسي ولامرأتي. قلت: فإني أرى في هذا إثما بشعا واستباحة قبيحة واعتداء على حق من لا تملك الاعتداء عليه. قال وهو يضحك حزينا: وأنت مع هذا أزهري تدرس الفقه وتعرف أن الطلاق مباح وأنه أفضل الحلال إلى الله، ولكنه مع ذلك حلال لا خطيئة فيه ولا إثم على الذين يقدمون عليه. فأمر الزواج عندنا ليس إلى امرأة بعد أن قبلته، وهو ليس إليها وإلي، وإنما هو إلي وحدي، فأنا أستطيع أن أمسكه إن شئت، وأستطيع أن أحل عقدته إن أردت، وأنا أريد أن أحل هذه العقدة، لا إيثارا للطلاق، ولا رغبة عن امرأتي، ولكن إيثارا لما هو خير من الزواج، ولما هو خير من الزوج. وإن كانت خليقة بالحب والمودة والعطف، وإيثارا للعلم ورغبة في رقي النفس والعقل. قلت: فإني أخشى أن يكون هذا كله غرورا ووحيا من وحي الأماني، وما أدري أيهما خير، هذا العلم الذي تتحدث عنه كأنه شيء لا يدرك إلا إذا تكلفت له ما ستتكلف من الشر، أم هذه الزوج التي أصفتك ودها ومنحتك حبها ووقفت حياتها عليك وجعلها الله رحمة لك وسكنا، ومن يدري لعل تحصيل هذا العلم الذي تتهالك عليه وتستبيح في سبيله الظلم أن يكون ميسرا لك وأنت مقيم في مصر بين أهلك لا تفارقهم ولا تتكلف لهم ظلما، ولن تكون أول من حصل العلم دون أن يرحل إليه، والعلم يعبر إلينا البحر من أوروبا وهو يسعى إلينا في دورنا، ونحن نستطيع أن نلتمسه فيما يلقى من الدروس وفيما يؤلف من الكتب. وإني لا أخشى ألا يكون حب العلم الخالص هو الذي يغريك بهذه الرحلة التي لن أتحرج من أراها آثمة، وإنما يغريك بها سأم الأديب والحرص على تغيير الحياة والطموح إلى منصب الأستاذ، وهذا كله يغري، ولكنه يجب أن يكون أهون على الرجل الكريم من أن يدفعه إلى الظلم والإثم والعدوان. قال: يا سيدي، إنك تضيع وقتك ووقتي، فلن تقنعني بالعدول عن الرحيل ولا بإظهار الجامعة على جلية الأمر، وليس إلى اقتناعي بالكذب على الجامعة سبيل. أتدري لماذا أهون عليك؟ فإني أرى هذا الكذب مباحا، وما أكثر ما أبيح لنفسي أشياء تحرمونها أنتم على أنفسكم ويحرمها عليكم الدين، وما تواضعتم عليه من الأخلاق. أنا لا أكره هذا الكذب لأني أراه إثما، وإنما أكرهه لأنه سيدفعني إلى آثام أمقتها حقا، وإلى ظلم أرى أن ظلم الطلاق أهون منه. إني لأعرف من أمر أوروبا شيئا كثيرا، وقد قرأت غير قليل مما ترسل إلينا من القصص، وسمعت غير قليل من أنباء الذين يرحلون إليها ويقيمون فيها، وكل هذا ينبئني بأني لن أقاوم الحياة الأوروبية وآثارها في نفسي كما ينبغي للرجل الوافي، كما ينبغي للرجل الوافي لزوجه أن يقاومها. فأنا واثق يا سيدي بأني سأتم وسأنغمس في الخطايا، وأنا أريد أن أحتمل وحدي هذا الإثم،
وانغمس وحدي في شر هذه الخطايا، وانا ابيح لنفسي ان اكذب على الجامع، ولكني لا ابيح لنفسي ان اكذب على امرأتي كذبا متصلا، فازعم لها اني وفي امين، على حين اني قد غرقت في الخيانة الى اذني. قلت: قد اقشعر جلدي واضطرب قلبي واخذني غضب عميق لا اكاد اجهر به ولا اكاد اخفيه، فهل تعلم انك تقول منكرا من القول، وانك تقدم على امر بشع شنيع، وان حبي لك يحملني على ان اتمنى ما استطعت ان تصرف عن رحلتك هذه صرفا، وان تكره على الاقامه في مصر اكراها. انت تعلم انك ستاثم في اوروبا ثم تقدم مع ذلك على السفر إليها وتشتد في هذا السفر، فأنت إذا تريد الإثم وتتعمد الخطيئة وتصر على المعصية، ولكن كلمة المعصية هذه لم تكد تبلغ أذنيه حتى جن جنونه واندفع في ضحك عريض عال متصل أخرجه عن ثوره وكاد ينتهي به إلى الشر في جسمه وفي عقله أيضا، وكان هو يضحك ويضطرب اضطرابا عنيفا من شدة الضحك، وأنا واجم ذاهل مبهوت أسأل نفسي أول الأمر عن هذا الخبل الذي مسه، ثم تتوب إلي نفسي قليلا قليلا، وإذا أنا أحس العمامة التي على رأسي، وأحس الجبة والقفطان اللذين أسبغا على جسمي إسباغا، وأذكر أني شيخ وأني أزهري، وأني تحدثت إلى صاحبي حديث رجل الدين، وأن صاحبي يسخر مني ويهزأ بي ويردني إلى مكاني الأول، ويرى أن أمله في قد خاب، وأن اختلافي إلى الجامعة واستماعي للأساتذة الأوروبيين وتحدثي إليه واستماعي منه وما قرأنا من كتب أوروبية وما كنت أتكلف من التجديد والخروج على الأزهر والأزهريين والتنكر لهم ولهم والتنكر له ولهم، وما كنت أرمي به من المروق وإيثار البدع، وما كنت أجد من اللذة حين أحس أن الناس يرون في المروق وحب البدع جديدا، كل هذا لم يكن إلا غشاء رقيقا وطلاء يسيرا لا يكاد يثبت للتجربة الأولى. فإذا جد الجد، وكان أول درس من دروس الحياة العاملة التي ليست كلاما ولا غرورا، فأنا الشيخ الأزهري القح الذي حفظ ما حفظ من كتب الدين وورث ما ورث من آثار القرون، واحتمل في قلبه الضئيل وعلى كتفيه الصغيرتين ثقل السنين التي توارثها الأجيال أثناء 13 قرنا. أقول الحق أم أخفيه؟ وما لي أن أصطنع الشجاعة ولا أحمل نفسي على بعض ما تكره، وإن الحياة لتحملها على ما تكرهه في أكثر الأحيان. لقد استحييت من صاحبي، واستحييت حتى انتهيت إلى الخزي، وأحسست كأن رأسي ذاب في عمامتي، وكأن هذه العمامة لم تكن تستقر على شيء، وأخذت أتضاءل في جبتي وقفطاني حتى خيل إلي أنهما يستقران على هذا الكرسي لا يملأهما شيء، وأخذت قطرات من العرق تسيل على جبهتي فتبلها، وكادت الرعشة أن تجري في جسمي المتضايل المضطرب. كل هذا لأن صاحبي ظهر على جلية أمري وعرف أني ما زلت أزهري النفس والقلب والعقل،
أرى الانغماس في الحياة الأوروبية إثما، وأشفق على صاحبي منه، وأرى الإصرار على الخطيئة وتعمد الإقدام عليها كفرا، وأخاف على صاحبي عواقبه. وإذا فأي فرق بيني وبين هذا الشيخ العتيق الذي كان يعرض بالأستاذ الذي كان يعرض بالأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده، فيتغنى في بعض دروسه بهذه الجملة التي شاعت والتي كنا نتندر بها ونضحك منها، وكنت أنا أشد الناس تندرا بها وضحكا منها: ومن ذهب إلى فرنسا فهو كافر أو على الأقل زنديق. كذلك قال الشيخ، وبذلك كنا نتندر في الأزهر، ومن ذلك كنا نضحك في أنديتنا الحرة التي كان الأزهريون يرونها أندية ابتذاع وضلال. فقد أصبحت أنا كهذا الشيخ، أرى أن من ذهب إلى فرنسا فهو كافر أو على الأقل زنديق. ومع ذلك فإن أساتذتي من الفرنجة في الجامعة يرون أني حر الرأي، ويشفقون علي من حرية الرأي هذه، وكنت أنا أرى أني حر الرأي وأغتبط بما يصيبني في سبيل هذه الحرية. فقد كنت إذا أكذب على نفسي، وكنت إذا أخدع أساتذتي، ولم أكن إلا شيخا أزهريا قحا يرى أن من ذهب إلى فرنسا فهو كافر أو على الأقل زنديق. كذلك كنت أفكر مستخزيا متضايلا من الخزي بينما كان صاحبي يغرق في الضحك، حتى إذا أعياه اضطراب جسمه هدأ بعض الوقت يتكلف الهدوء، ثم لا يلبث أن يعود إليه الضحك العنيف فيهزه هزا عنيفا وهو يردد كلمة المعصية هذه ويقول: ما زلت تؤمن بالطاعة والمعصية؟ وتردد هاتين الكلمتين: وما زلت تفكر في الكفر والإيمان؟ ثم يمضي في الضحك، وأمضي أنا في الخجل والاستخزاء. ومع ذلك فلو أني كنت أتحدث إلى رجل هادئ عادي غير غريب الأطوار لما أنكرت من حديثي شيئا، ولما رأيت على نفسي منه بأسا، فلم أكن أرى الذهاب إلى فرنسا كفرا ولا زندقة، وإنما كانت الطبيعة كلها تثور لهذه الجرأة الوقحة التي كان يقدم عليها صاحبي في غير تكلف، وهو يتحدث عن الخطايا والآثام وانغماسه فيها وتهيئه للانغماس فيها. ولقد مضت أحوام وأعوام، وذهبت إلى أوروبا مرات ومرات، وأقمت فيها فأطلت الإقامة، وما زلت اليوم كما كنت في تلك الليلة تطور طبيعتي كلها إذا سمعت من يتحدث في هذه الجرأة، إذا سمعت من يتحدث في هذه الجرأة الوقحة عن الخطايا والآثام والتهيؤ للانغماس فيها. ولا بد من أن أمضي في قول الحق إلى أقصاه. فقد وادعت صاحبي وصانعته، واجتهدت في أن أقنعه بأني لست شيخا أزهريا قحا، لم أحبب إليه فراق امرأته، ولم أعنه على التهيؤ للانغماس في الخطايا والآثام، ولكني فقدت القدرة على مقاومته، وعجزت عن محاولة إقناعه بما كنت أرى، لا لأني ملت إلى رأيه، بل لأني كرهت أن يراني شيخا أزهريا قحا يؤمن بأن من ذهب إلى فرنسا فهو كافر أو على الأقل زنديق. وكذلك يسيطر الغرور على أنفس الشباب،
فإذا هم يتكلفون ما لا يحسنون، ويحملون أنفسهم ما لا يطيقون، ويتكلفون هذا النفاق الغريب، يخفون به ما في نفوسهم من أصول، ويظهرون به ما يرغبون فيه من مظاهر التجديد، ويتكلفون هذا النفاق الغريب، يخفون به ما في نفوسهم من أصول الخير، ويظهرون به ما يرغبون فيه من مظاهر التجديد، ثم يرتفع الضحى، وإذا صاحبي يردني إلى بيتي ويفارقني ليذهب إلى الجامعة، ويقول في لهجة ساخرة لاذعة: سألقاك مع المساء، فلا بد من أن نستأنف حديث الطاعة والمعصية، فإذا لقيني في آخر النهار علمت منه أن الجامعة قد احتجزت له مكانه على إحدى السفن، وأنه مرتحل بعد أسبوع، وأن زوجه قد ارتحل الظهر اليوم إلى الريف، وأن طلاقها سيبلغها إذا كان الغد.